يا صباح الوصفات اللذيذة، بسوي معاكم اليوم شيبردز باي، فطيرة الراعي. احنا عادة ناكل الفطيرة بالمطاعم على لحم مفروم، نقدر نسويها على لحم مفروم، بس انا اخترت اليوم اسويها على ستيكات. قطعت الستيكات حجم صغير نفس طريقة راس العصفور. شلون لحم راس العصفور يكون حجم صغير؟ نفس الطريقة. اوكي، نحتاج بطاط. البطاط هذا راح نقصه أحجام متساوية ونفوحه، نسلقه فقط بماي وملح، بعدين نهرسه علشان نحطه بعدين على خلطة اللحم اللذيذة. تمام، نحتاج جبن، هذا الجبن راح نخلطه مع البطاط قبل الهرس. نحتاج بصل، فلفل بارد، عندي هني خضار مثلجة، بازاليا وجزر وذرة، عصير عنب، صلصة المحار، طحين، وشوية معجون طماط. أول شيء راح أسويه راح أسلق البطاط. أوكي، بس نقصه بنات أحجام متساوية علشان يستوي بنفس الوقت، ما راح يعني نخليه يستوي لين اللي ما خلاص ينهرس يذوب، لا، نخليه شوية يعني تكة مو مستوي. أوكي، ونهرسه بعدين مع جبن. فقط اللي راح نضيفه حق البطاط الملح، ماي الفوح، والجبن وقت الهرس. أول شيء راح نسويه نحمس اللحم. عندي هني اللحم مقطعينه أحجام صغيرة، تقدرون تستخدمون لحم مفروم، هي أساسا الوصفة الأصلية باللحم المفروم. الحين راح أطول على الشولة وأحمس اللحم. ناكل البطاط عندي ينفاح وهني اللحم ينحمس، حاولوا تحمسونه على نار عالية علشان كثر ما تقدرون ما يطلع اللحم سوائل. أوكي، من يتغير لون اللحمة تنشف نبدي نضيف البصل والتوابل والشغل كامل والزبدة طبعا والزيت. الحين احط البصل. شوفوا انا اللحم المستخدم اليوم ما فيه فات كلش، ما فيه دهن كلش، فانا راح اضيف زيت وزبده. اذا كان اللحم المستخدم فيه دهن لا تكثرون زيت وزبده. عندي هني بصلتين كبار مفرومين، طبعا النار عاليه، ما قصرت النار كلش. حرك لين تذبل البصلة، بعدين نحط الثوم ونحط زيت وزبده. احط الحين الثوم المهروس واقلب. شوفوا ما طلع دهن كلش، لان اللحم الستيك اساسا المستخدم ما في فات. احط الحين انا زبده واحط زيت واحمس. شوفوا اللحم بدا يتقلى بالزبده والزيت، شوفوا الاطراف بدت عندي تمسك. الحين شو اسوي؟ احط قفشتين طحين، لان احنا نحتاج بعدين صوص كثيف، فراح احط قفشتين طحين واحمس اللحم مع الطحين. الطحين يكثف لي الصوص، لان احنا بنحط ماي، بنحط عصير عنب، بنحتاج صوص كثيف. ننطر لين الطحين يتحمر، شوفوا يبدي يمسك بقاعه الماعون، مو يتحمر يعني يحترق، لا، ياخذ لون خفيف. راح يبين معاكم ان اللحم بدا يمسك وياخذ لون. شو تسوون؟ تحطون عصير العنب، اي عصير عنب متوفر عندكم. نحط ماي. اوكي، حطينا عصير عنب، الحين احط الماي. احنا ما نبي الفطيره تكون ناشفه، لازم يكون في صوص. طبعا الماي بعد بزيده، هذا مو كافي. اوكي، لازم يكون فيها صوص، فنحط كميه لا باس فيها من الماي، بس ما نبي بعد يعني يسبح بالماي، هي مو مرقه. اوكي، احنا نبي فيه صوص خفيف. احط الحين صلصه المحار، مو متوفره عندكم، تقدرون تستغنون عنها، بس والله تعطي طعم لذيذ. واحط ملعقه من معجون الطماط، واحرك، راح ازيد الماي شويه، بعدين احط كل الخضار اللي ابيها. المفروض الماي اللي ينضاف يكون مرقه دياي او لحم، يعني يكون عندكم مرق دياي او لحم تستخدمونه. انا لان ما عندي راح احط مكعبين من مرقه الدياي، لان انا حطيت ماي مغلي عادي. وراح احط الحين الخضار، احب اضيف لها فلفل بارد، اللي ما تحبونه تقدرون تستغنون عنه. واحط بازاليا وجزر وذره، اي شيء ما تحبونه تقدرون تستغنون عنه. ونتركها تطبخ 10 دقائق او اقل بعد. المهم ان لا تخلون الصوص ينشف، مجرد ان اللحم والخضار وكل شيء عندي يستوي اطفي الشولة. طبعا البطاط عندي خلاص استوى تقريبا، ما نبي مستوي 100%، فالحين بشغله من الماي وبهرسه على ما تستوي هالخلطة الجميلة. راح نملح، طبعا احنا حاطين صلصة المحار فيها ملح، وحاطين مكعب مرقة الدياي في ملح، فلا تكثرون ملح. وبحط فلفل اسود، طبعا التوابل ضيفوا اللي تحبونه حسب الرغبة. انا عندي هني بهارات شواء تصلح حق اللحم، تعطيني طعم حلو. بس قصر النار واخلي هالخليط اللذيذ يستوي ويتجانس، بعدين راح نهرس البطاط ونحطه فوقه وندخله الفرن. من ألذ
واحلى الاشياء اللي ممكن تسوونها حتى قبل يوم حق الموظفات، تسويها قبل يوم وحطيها بالثلاجه، وثاني يوم بس تردين بس حطيها بالفرن. لذيذه لذيذه لذيذه، ويستانسون عليها الكبار والصغار، وما فيها كريمه. يعني حتى البطاط تقدرون، اذا ما تحبون الاجبان تقدرون ما تضيفون اجبان. انا بضيف، احب الطبق يكون كذي غني دسم، بس اذا ما تبون تبونه صحي 100% لا تحطون اجبان على البطاط. هذا البطاط شخلته من الماي، الحين ابدي بسم الله الرحمن الرحيم اهرسه. اوكي نهرسه، بعدين نضيف الاجبان ونخلط. طبعا لازم نضيف الجبن، والبطاط حار عشان يذوب الجبن مع البطاط ويتجانس. تقدرون تحطون شويه كريمه على البطاط يصير قوامها وايد يعني كريمي، عرفتوا؟ وتقدرون ما تحطون. انا قايله اليوم طبخه اليوم ماني حاطه ولا نتفه كريمه، مع انها هي الاصل فيها نحط كريمه. الحين احط خليط من الاجبان، اي جبن عندكم مهروس تحبونه، مهروس مبشور، اي جبن عندكم مبشور تحبونه. انا عندي خليط من الاجبان، حتى في جبن في فلفل، يعني ما يضر اي شيء عندكم تحبونه. شوفوا جمال البطاط بنات مع الجبن لما نساح، شوفوا شلون تمقط، تشوفون؟ بس كذي صار عندي البطاط مهروس وكريمي وينن. اوكي طبعا احنا ما حطينا ملح لان احنا بالفوح حاطين ملح، فما يحتاج البطاط ملح. تقدرون تحطون بس نتفة فلفل اسود اذا تحبون. وحاولوا ان لما تهرسونه يظل في كذي قطع بطاط مبينه، لان هي حالات يعني حالات هالطبق بشكل العشوائي، لان ما يكون البطاط كذي مهروس ومرتب، لا يكون شكله كذي من فوق عشوائي مو مرتب. شوفوا معاي جمال خلطة اللحم تبارك الرحمن. بعد أبي الصوص ينشف شوية، وبعدين تقدرون بنفس الماعون تحطون البطاط فوقه وتدخلون الفرن، أو تنقلونه بايركس كيفكم. شوفوا شوفوا الجمال. طبعا لا تخلونه يطول بالفرن عشان لا ينشف الصوص، احنا نحتاج يكون في تحت البطاط صوص، هذا الصوص هو اللي يعطي الطبق لذة. وبس طبقنا اللذيذ جاهز، الحين ننقل البطاط فوق هالخلطة اللذيذة وندخل الفرن وبالعافية. ايش رايكم؟ بسيطة وسهلة وجدا جدا جدا لذيذة. طبعا حرصوا ان اللحم ما يكون ناشف، نحتاج فيه صوص لانه بعد راح يطبخ بالفرن، واحنا نبي نقدمه يكون فيه صوص ما يكون ناشف. اوكي فحرصوا انه يكون فيه سائل قليل، تمام؟ يلا هذا البطاط جاهز، وهذه خلطة اللحم جاهزة. يلا أول شيء نسويه، طبعا تقدرون تنقلونه بايركس، تنقلون هذه الخلطة تحطونها بايركس. أنا بنفس الماعون اللي طبخت فيه بدخله الفرن. أول شيء بس أعدل اللحم، وبعدين أمسح أطراف الماعون بكلينكس مطبخ. أوكي أمسح أطراف الماعون، بعدين نحط البطاط. طبعا البطاط تقدرون تسوونه كرات وتحطونه، بس هو حالاته بنات بشكل العشوائي، هي الفطيرة هذه معروفة بشكلها العشوائي. اوكي فنبدي نوزع البطاط كذي بهالشكل، ونحاول نفرش الوي كله بطاط. وبعدين باستخدام قفشة نعدل الوي، بس ما نعدله نخليه كذي مفروش، ما نخليه كذي مفروش مسطح، لا 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 لازم يكون شكله عشوائي. ونحط على الوي زبدة وندخله الفرن. وسولفولي عن اللذة، سولفولي وصفة خطيرة راح تحبونها، تغير عن العيوش والوصفات المعتادة. تقدرون تحطون مع الخلطة ماشروم إذا تحبون، كل شيء يعني من الخضار تحبونه تقدرون تضيفونه. يلا الحين نعدل الوي. اوكي طبعا عندي هني زبدة مذوبة، واضح مقلة النتفة ولا مو واضح؟ نحط شوية زبدة بالقفشة
ونحاول كذي نعدل الوي. قلت لكم هي شكلها عشوائي، لا تحاولون تفرشون ترتبونه، خلوه كذي شكله عشوائي. اوكي الموظفات شوفوا لهذه الخطوة، يعني تخلصون هذه الخطوة وتدخلونها الثلاجة، ثاني يوم تردي من دوامك بس تدخلينها الفرن وبالعافية تنوكل كذي بس بروحها بطاط، وهي وجبة كاملة متكاملة، يعني ما تحتاج عيش، ما تحتاج خبز، ما تحتاج شيء. اوكي شوفوا كذي شكل عشوائي. بعدين راح نرش الزبدة على الوي وندخلها الفرن تدلع 20 دقيقة، ما تطول لان كل شيء مستوي، بس ناخذ كذي يعني تحميره خفيفه حق الوي، مو تحميره يعني يتغير لون الوي، لا تحميره خفيفه بس من فوق شويه ونطلعها وبالعافيه. هذه طبعا زبده مذوبينها، نحطها كذي من فوق والى الفرن، شابين الفرن من فوق ومن تحت بالضبط 20 دقيقة. اذا مدخلتها ثلاجة قبل، انا لان من النار الى الفرن 20 دقيقة، بس انت اذا مدخلتها ثلاجة مسويتها من بالليل ومدخلتها ثلاجة تحتاج نص ساعة 40 دقيقة، لان راح يكون كل شيء بارد، عرفتوا؟ المهم احنا كل شيء عندنا مستوي، فمجرد يعني راح يكون الفرن مجرد تحمير. الله الى الفرن ونشوف الشكل النهائي مع بعض بعد قليل. شوفوا شلون الشكل العشوائي يشوق، طبعا لان بنخليها كذي ستايل قروي، يعني تدرون اللي بالقرى ما عندهم وقت يسوون البطاط دوائر ويرتبون شكل الطبق، فاحنا بنعطيها هذا الستايل، عرفتوا؟ فطيرة الراعي بطريقة بنت الهاشمي، طريقة سهلة ولذيذة وبتيوز لكم وايد. شوفوا هذا الفرن قاعدة تبقبق، يا سلام يا سلام، بس مجرد ان الوي ياخذ تحميرة خفيفة ونطلعها وناكل وبالعافية. تشوفون جمالها، انظروا الى هذا الجمال، شوفوا فطيرة الراعي الفاخرة واللذيذة والسهلة جدا، حبيتوها؟ ترى تينن تينن تينن، ضروري تجربونها، ضروري، وايد احبها انا. خذت تحميرة كذي خفيفة بس كذي كافي، نعطيها رشة بقدونس نكسر اللون ونقدمها وبالعافية. المفروض تنطرون عليها 10 دقايق ربع ساعة تبرد شوية ترتاح تهدى بعدين نقصها، الصراحة يعانى وما فيني صبر أنطر، فراح أقصها وأقدمها على طول. فوالله الشكل الجميل ما يحتاج حتى بقدونس، يعني ما يحتاج تكسرون اللون، بس أنا كذي قصيت البقدونس حرام أخليه، فبكسر اللون برشة البقدونس، وهني وعافية. يلا ننقلها إلى مائدة الطعام. ما شاء الله تبارك الرحمن، هذه فطيرة الراعي اللذيذة جاهزة، قدمتها مع عصير العنب والفلفل الحار وبالعافية. يلا أغرف لي وأصور لكم شكلها. طبعا ماكو تقطيع وترتيب، هي كذي تقدم، شكلها بالتقديم عشوائي وايضا طريقة تقديمها نفس الشيء، تغرفون وتقدمون. اوكي المفروض ننطر البطاط يبرد شوية، بس قلت لكم صراحة ما فيني صبر. بسم الله الرحمن الرحيم، شوفوا معاي جمال المنظر يا جماعة الخير، شوفوا تبارك الرحمن، بسم الله. ها شميتوا الريحة؟ شميتوا الريحة؟ شلون دريتوا انه خلصت ولا من السناب؟ يلا يتي والله يابتش، صبي لي عصير عنب بارد يسرسح مع هالطبق اللذيذ، يا سلام عليك. يلا ويلا الحين شو نقول؟ علينا وعلى عيونكم بألف عافية وتصبحون على خير، ونلتقي باكر إن شاء الله، ودزولي تطبيقاتكم إذا طبقتوا هالوصفة الخطيرة.